بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل كان موقع مقام إبراهيم عليه السلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس هذا المكان أم كان ملاصقا للكعبة؟ وهل آثار الأقدام الموجودة الآن في المقام هي آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أما السؤال الأول فنعم، اختلفوا في مكان المقام، فالذي عليه الأكثر أنه كان ملصقا بالكعبة في الأول، فلما تزاحم الناس عليه جاء عمر رضي الله عنه في خلافته فأخره إلى مكانه هذا من أجل إزالة الزحمة، هذا الذي عليه الأكثر. القول الثاني أن هذا مكانه، أن هذا مكانه من الأصل، هذا الجواب عن السؤال الأول وهو أين مكان المقام. أما السؤال الثاني وهو الأقدام الموجودة الآن في الصخرة، هل هي أقدام إبراهيم؟ نعم، بلا شك، بلا شك أنها أقدام إبراهيم، مقام إبراهيم، هو مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه وأثر في الصخرة حتى وجد، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، من الآيات البينات التي ذكرها الله، آيات بينات مقام إبراهيم،